وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من ساعة صباح وفيها. ممكن توصل مش أخلاقية كمان، اجتماعية وشغلات أخرى تانية كمان. الحمو الموت توجيه نبوي شريف، فكيف يحدد الزوجان ضوابط للعلاقة مع الأقارب تحقق المودة والرحمة وفي الوقت نفسه تحفظ الطرفين من تخطي خطوط حمراء؟ الحمو الموت توجيه نبوي شريف يحذر فيه رسولنا الكريم من مخاطر الاختلاط غير المنضبط بين الرجل وزوجة أخيه، بل أيضا بين المرأة وشقيق زوجها، كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء. إذن ما حدود العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة، وكيف نصل إلى توازن يحقق المودة والرحمة وفي الوقت نفسه يحفظ الحياة الزوجية من مخاطر تداخل الأقارب، وما دور وسائل التواصل الاجتماعي في تخطي خطوط حمراء بين الطرفين محرم على كل منهما تجاوزها؟ نشاهد في البداية معا آراء عدد من الجمهور حول موضوع الحلقة قبل أن نبدأ النقاش، نتابع. طبعا في كتير بيوت بتلاقي فيهم انه اكثر من حدا متزوج الاخ، واكثر من اخ متزوج بنفس البيت. طبعا هي في بيكون تساهل احيانا بالعلاقات حسب كيف هي الاسره، انه هل هي اسره محافظه واسره غير محافظه مثلا، وانه مش كتير في بيكون اسر مش محافظه، بس انه يعني بيصير في تساهل انه احيانا ممكن اخ الزوج انه ينظر لزوجة اخوه بطريقه مش انه يعني مش تمام، انه مثلا يكون فيها نظرات محرمه احيانا، ممكن يكون انه سنه يعني سمح للزواج، انه وصل لمرحله للزواج، لكن مع الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي او المادي اللي كل اسره بتعاني منه، انه مش قادرين يزوجوا هذا الابن اللي عندهم، فطبيعي يعني انه ممكن ينظر لزوجة اخوه باي طريقه ويخلق مشاكل اجتماعية داخل الأسرة، ممكن بين الأخ وأخوه مثلا أنت بتنظر لمرت بطريقة مش منيحة، فهي اللي بيصير بين الأسر. موضوع التساهل بين الجنسين هذا يسبب مشاكل ويؤدي، هو قلة الوازع الديني أساسا، عدم وجود الوازع الديني عند المجتمع وقلة التساهل في هذه القصص يسبب يعني المشاكل والأمور هذه التي نسمعها هنا وهناك. إذا كان رجل من أهل العلم والاختصاص يوجه الناس بقدر ما فيه الكفاية، وعي الناس أكثر فأكثر إلى هذا، يعني لأنه هذه الظاهرة حادة جدا، وأحيانا الناس تفتكرها يعني عادة وتقاليد، خلاص إنه الزوج يسلم على أخو الزوج يسلم على زوجها إن عادة وتقاليد، لا مش عارفين إنه هذه بكرة المصافحة تأتي بيد يوم القيامة من نار جمرة، هذه التسليم أو هذه المصافحة. والله هو فعليا هو أس المشاكل وسبب المشاكل الآن كل الشباب تمر فيها وكل المجتمع بمر فيها، هو اللي احنا بنسميه بين قوسين الانفتاح او الانفتاح الاختلاط بمعنى اخر. يعني يعني لو احنا جينا للسنه النبويه او كدين، يعني تمام، الدين لما كبح الشغله هذه وحجمها تمام كانت لخدمه المجتمعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى الى بناء مجتمع ماكن، مجتمع سليم، مجتمع صحيح، وهذه يعني كانت من اهم الاسباب اللي هي جعل فيها الحجاب الشرعي، جعل فيها غض البصر والامور هذه كلها، بحيث انه يضبط المجتمع ويصير مجتمع سليم. فلو جينا احنا لهذه الواقعه هي سبب المشاكل وبتسبب مشاكل كبيره في المجتمع، ممكن توصل مش اخلاقيه كمان، اجتماعيه وشغلات اخرى ثانيه كمان. الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتوره رفيده الحبش المفكره والداعيه الاسلاميه. اهلا بك دكتوره رفيده وصباح الخير. اهلا وصباح الخير. صباح الخير دكتوره رفيده. يعني استمعنا الى بعض الاراء التي اتت لنا من الشارع العربي، اراء تكاد تكون يعني جلها او كلها تتفق على فكره الوازع الديني. لو فسرنا الحديث أكثر، الحمو الموت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما المقصود بالحمو الموت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء في حياتنا، علاقاتنا، ضبط العلاقات فيما بيننا بعضنا البعض والأسر،
طبعا الحديث هو عن عقبة بن عامر، يحدث بأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إلى بيته فوجد قوما من بني هاشم قد جاءوا إلى بيته وجلسوا عند زوجته وفي غيابه. فطبعا هو أبو بكر انزعج من هذا الموقف وعاد فحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أبو بكر قال أنه وجدت عند أهلي من بني هاشم، فقال النبي قد برأها الله، يعني الأمر بريء ما في شيء أبدا. ولكن صعد النبي إلى المنبر وحدث بهذا الحديث وقال ألحموا الموت. أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ألا لا يدخلن أحد على مغيبة أو مغيبة، مغيبة يعني المرأة التي غاب عنها زوجها، لا يدخلن أحد إلا معه رجل أو رجل أو رجلان أو معه محرم، حديثين روايتين طبعا. فقام الرجل فقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ فقال النبي الحمو الموت. طبعا الناس متعودين دائما بالجاهلية أن يدخلوا على النساء وعلى الرجال من دون أي استئذان، البيوت لم يكن لها أبواب مثل الآن بيوتنا وأبوابنا، فكانوا يدخلوا بلا استئذان، يفتحوا الباب ويدخلوا، أبواب خشبية ليست مقفلة، فكانت سهلة الدخول والخروج وهذه كانت عادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن الدخول بهذه الحرية. لما تفاجأ الناس أنه طيب إحنا أولاد الإحمى، الحمو يعني أهل الزوج، المقصود فيهم في هذا الحديث بالذات الحمو الموت هي أخو الزوج أو ابن أخو الزوج أو خال الزوج أو عم الزوج، يعني أقرباء الزوج. نعم. أيوة. من الرجال الذين هم ليسوا محارم للمرأة، طبعا أبو الزوج وابن الزوج هم من المحارم، يمكن أن يدخلوا على المرأة ولا يحرم الخلوة بهم. فإذا مقصود بالحديث الحمو الموت يعني احذر من الحمو، احذر من الخلوة مع الحمو. مقصود بالحديث بالطبع هي الخلوة، الدخول على المرأة وهي وحدها. وورد كثير طبعا من الأحاديث ما يدل على أن الرجل ممكن أن يدخل على المرأة إذا كان معه رجل آخر، كما قلنا الرواية ألا لا يدخلن أحد على مغيبة أو مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. يعني لا مانع أن يدخل اثنين رجلان أو طيب ثلاثة. لو استطعنا أن نقول أن هناك ضوابط معينة يجب اتباعها حتى يعني حتى في هذه الحالات التي من الممكن أن تكون أن يكون السكن مشترك ما بين الأسرة بكاملها، في هذه الحالة ما هي الضوابط الواجب اتباعها؟ بالطبع نحن مضطرين بهذا الزمن أنه البيوت غالية وقد ما يتيسر للشاب أن يشتري بيت وأن يسكن لوحده من أول زواجه، فتضطر المرأة أن تعيش مع أسرة كاملة. أنا بعتبر أنه هذا أولا مسؤولية الدولة أن تعين الأفراد على الزواج، مسؤولية المجتمع ككل. بيت مال المسلمين كان يعين الناس، ومن حق المرأة، من حق المرأة أن تكون في بيت مستقل، هذا من أبسط حقوقها. يقولون بيت مسكن شرعي، شو يعني مسكن شرعي؟ يعني ليس فيه أحد من أهل زوجة، إلا طبعا إذا كانت أم وحيدة أو أبو وحيد مثلا فممكن أن تكون معها، لكن لا يكون معها رجل غير محرم في بيتها، فهذا من حقها تأخذ حريتها. لكن لما يكون الظروف صعبة أو يمكن يسكنوا سوا مع كما بعض كما هو العادة أو الشائع الآن في الوطن العربي، عادة الأكثر يعني من العوائل أن يسكنوا مع بعض. بالطبع هون ما ننظر إلا إلى الوازع الديني لكل إنسان منهم، سواء كان للمرأة أو كان للرجل. الاستقلالية، يكون في عند كل إنسان احترام لحقوق الآخر واستقلاليته. مثلا هذه في جناح خاص، فلا يجوز للشاب أن يدخل على جناح أخيه إلا باستئذان، أو لا يدخل إلا إذا خرج أخوه أو خرجت زوجة أخوه، وهنا ممكن أن يكون نعم يعني شيء من الفصل في لحظات الحرية. لاحظي أن الله تعالى أكد على أن هناك ساعات، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. في هذه الأوقات الثلاثة يجب على الصغير أن يستأذن، لكن في غير هذه الأوقات من المباح للصغير أو لما ملكت الأيمان أن لا يستأذن ويدخل من دون إذن. إذن النبي
والله تعالى وضع لنا قواعد وضوابط. نعم. بالطبع لما تكلموا عن الضوابط الشرعية في الوازع الديني الموجود عند كل إنسان، نحن بننظر إلى الوازع الديني طبعا، وننظر أيضا إلى المشاكل الاجتماعية اللي تنشأ عن الاختلاط مو البريء. الاختلاط البريء ما حرم الإنسان الإسلام، الإسلام ما حرم الاختلاط، إنما حرم كيف يكون الحديث إذا كان في تمادي أو في ميوعة. هذا هو اللي ممكن ربما بعض هذه المشاكل الاجتماعية سنتعرض لها تفصيلا خلال اللقاء. لكن اسمحي لنا دكتورة رفيدة أن ننوه إليكم مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. وينضم إلينا الآن من المملكة العربية السعودية السيد بندر، أهلا بك. السلام عليكم، تحية. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. يا أختي العزيزة، يعني هو يعني سمعت أنا المشاركات على من الإخوان بيتكلموا عن الوازع الديني. الخطوات هذه، الحلقة هذه بالذات، يعني هي ما لها شغل في الوازع الديني. في ناس فقهاء برضو خانوا أهلهم وإلى آخره، لأنه هي خطوات إذا تبعناها نجحنا، إذا يعني أسأنا استخدامها فشلنا، حيحصل الخطأ. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الحمو، لأنه في خطوات إذا اتبعها الحمو خلاص يصير ما هو خطر، لكن كله مفتوح والناس فاهمين الانفتاح، إنه إحنا ننفتح مرة، نخلي الآخرين ينفتحوا علينا ويدخلوا فينا. الانفتاح بضوابط، يعني إذا كانت في مناسبة عائلية يبغوا يجتمعوا العائلة، يكون النساء متحجبات بطريقة صحيحة، هنا تكون الخلوة اللي قالت عنها السيدة ضيفتك طيبة. ولكن يعني ما أعتقد إنه الإنسان حيدخل في داخل الشخص عشان يقدر يحس إنه هو نيته حسنة أو سيئة، إنه الشيطان يجري مجرى الدم. ولكن أنا سؤالي لضيفتك، الكثير الآن، المشكلة الآن الكثير من العوائل العربية أصبحت تقلد العائلة الغربية في كل شيء، حتى في لبسها، حتى في التعامل مع الآخرين، حتى في التكلم مع الأجانب. فكيف نلفت نظر العائلة العربية لأنها ترجع إلى أصلها الديني؟ طيب، الأساسي. وشكرا. طيب، شكرا لك وشكرا لهذه المشاركة سيد بندر. ولكن تنضم إلينا الآن عبر سكايب الدكتورة نعمة عوض الله، مستشارة العلاقة الأسرية والاجتماعية. أهلا بك دكتورة نعمة، صباح الخير. صباح الفل، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة نعمة. يعني بعض العائلات إذا وجدت من المرأة بعض التحفظ في التعامل مع أقارب الزوج، تصف هذه الزوجة أو هذه المرأة بأنها متعالية متكبرة، وربما تصفها بالشك المرضي، فما رأيك في ذلك؟ بصي حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم. فرق كبير بين التحفظ اللي يدي انطباع بالتعالي او بالتكبر، وبين التحفظ اللي هو يدعو الى احترام الانسان لذاته. يعني انا كنت زوجة عايشة في بيت عيلة، مش في نفس البيت لكن هي عمارة واحدة واحنا شقق قدام بعضها. لم يعترض احد اطلاقا على ان انا قاعدة النهار كله 24 ساعة بحجابي، والملابس الحجاب الشرعي زي ما كان بيقول الاخ بندر، اللي هي الشرعي الصحيح من غير اي مظاهر اخرى يعني عليه، والانسان لا يخضع القول. ده لا يدعو اطلاقا ان الناس تعتبر الواحد لا متكبر ولا متعالي. لكن في اي مناسبه زوجة الاخ او اخت الزوج زي ما بنقول بتروح بتساعد، بتروح بتجامل، بتروح بتقف معاهم في اي مناسبه سواء كانت سعيده او مناسبه مش سعيده، كل ده هيخليهم ما يبقوش شايفين قوي انها لابسه حجابها، او يعني زي ما بيقولوا ايه، منضبطه جدا في التصرفات، لان هم في النهايه ما يخصهمش لا شكلها ولا صوتها ولا طريقه كلامها، يخصهم منها اداء الواجب. لكن لو انا بقى متحفظه، حضرتك بتقولي التكبر او التعالي او انها مش عايزه تختلط بيهم، ان انا لا، ده انا ما بكلمهمش، ده انا لازم يعزموني، ده انا لا طبعا. انا المفروض كزوجة اخ، سواء الاخ دوت هو الوحيد المتزوج او في غيري متزوجات معايا، المفروض ان احنا دايما نكون واقفين مع العيله، لان هذه الاسره اصبحت اسرتي الاخرى بعد اهلي، بالعكس هم اصبحوا اقرب لي من اهلي لان انا عايشه في وسطهم. انا كزوجة ابن
في الاوضاع الحاليه بالكثير قوي الناس بتبقى عامله عماره فيها شقق للاولاد، او بيت واحد والاولاد كل واحد واخد اوضه وحته صغيره كده زي صاله مقفوله عليه. المفروض ان هم يحسوا ان انا في وسطهم، مهتمه بيهم، مهتمه باحوالهم، مهتمه بمشاكلهم، مهتمه ان انا اساعد، مهتمه ان انا اقدم ايدي. طيب دكتورة نعمت، يمكن ما قصدته تحديدا النقطة التي ذكرتها لك، فكرة يعني البعد عن التعامل مع أخو الزوج أو أيا كان الرجل الموجود في العائلة من غير المحارم بشيء من التحفظ، ربما يفسره بعض أفراد الأسرة بشكل مختلف. هو ده اللي أنا رديت عليه بالضبط. أنا أخو زوجي لو فرضنا أنه مريض بكون أول واحدة بتسأل عليه، وإذا كان محتاج علاج أنا ممكن أساعد فيه، إذا كان محتاج طعام أنا ممكن أطبخ في بيتي أو في أوضتي وأودي له الحاجة. ساعتها لما أكون أنا متحفظة في إني أتكلم عليه بوجه عام عن الجو والأحوال، ونتناقش سوا كده ونفتح مواضيع كتيرة للكلام، ساعتها ما حدش هيعتبر إن ده تعالي، لأن أنا بالظبط بشرح لحضرتك أخو زوجي أنا ماليش دعوة بيه، أخو زوجي أنا بعامله يعني باحترام وود له حدود. امتى بقى ما يتقالش ان انا متحفظه او متعاليه؟ لما يكون اخو زوجي محتاج حاجه وانا اول واحده اقول لجوزي اديله، اول واحده اقول لجوزي طيب وصله، لا تعالى ده هو محتاج الشيء الفلاني واحنا ممكن نساعد فيه. ساعتها زي ما بقول لحضرتك ما حدش هيعتبر تحفظي او الحدود اللي انا حطاها في التعامل معاه تعالي. ليه؟ لان الناس فعلا بتبقى بتدور على ساعه الجد تلاقيكي. بعد كده بقى انت بتتكلمي او يعني مش مفترض ان انا ههزر معاه او ان انا هفتح معاه نكت وحاجات كده كلام يعني لا يودي ولا يجيب، لكن المفترض ان هو لو محتاج حتى زي ما بيقولوا ياكل انا ومحدش في البيت انا اطبخ واطلع له الاكل لغايه الترابيزه واهتم بالشيء اللي هو عايز ياكله والشيء اللي هو بيحبه. ده اللي انا بقول لك على الناس اللي عايشين في مكان واحد يعني يصعب قوي ان احنا نبقى منفصلين بشده. طبعا زي ما قالت الدكتوره رفايده مع حضرتك في الاستوديو، دلوقتي البيوت لها بيبان والبيبان الناس بتخبط عليها قبل ما تدخل، فممكن الحاجات دي تتظبط. الناس اللي قاعده في مكان واحد مش مطلوب مني ان انا اتكلم مع اخو زوجي او ان انا اضحك او ان انا اساله على اخر نكته سمعها او اخر حاجه حلوه شافها، مطلوب مني بس ان انا لو هو محتاج حاجه انا اساعده فيها، لو هو عايز حاجه انا موجوده يعني كاني اخته الكبيره او اخته الصغيره او ايا كان. طيب ساعتها ما حدش هيشوفني لا متحفظه ولا متعاليه. طيب ابقي معنا دكتوره نعمت. وكان السؤال السيد بندر دكتوره رفيده على الكثير من العوائل العربيه اصبحت تتشبه او تحذو حذو الاسر الغربيه، كيف نلفت انتباه الاسر العربيه الى ان هناك فارق ما بين الثقافتين؟ نعم، قد ميزنا الله تعالى وجعلنا امه وسط لأننا، وبإذن الله تعالى سنكون شهداء على الناس. متى؟ عندما نكون فعلا وسط، لكل حق نؤدي حقه. وفي فكرة اللي بتحدث فيها ما نقلد الغرب في أمور قد تسيء لشرعنا، تسيء لديننا، وتسيء لمجتمعنا إحنا ولعاداتنا. ممكن نقلد الغرب في أمور حياتية، في أمور معيشية، كلياتنا بنقلد فيها الغرب، لا مانع في ذلك. لكن التقليد المحرم هو مثلا هذه العادات، دايما الاختلاط مع بعض، الحفلات والمناسبات والسهرات. هلا انا بالنسبه لي ماني ضد الجلسات العائليه والسهرات العائليه والاجتماعات على طعام وعلى ولائم، والا هذا هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي ما فصل بين النساء وبين الرجال. ممكن كما تحدثت الاخت تقريبا على كلام الدكتوره نعمت، تعتبر المراه متعاليه او متحفظه اذا امتنعت ان تظهر نهائيا أمام العائلة. كلهم موجودين مثلا، إحنا طالبين منك تكوني معانا، زوجة بحب مثلا تحضر تشارك، تحضر وتشارك باللباس اللي هي مرتاحة فيه. ما منقلد الغرب بناحية الانفتاح بالكلام والتعاطي بالمزح وبالضحك، وإن كان مباح شيئا منه لا مانع. يعني كثير ورد مثلا السيدة عائشة رضي الله عنها زارها مرة عطاء بن أبي رباح ومعه عبد الله بن عمر ومعه عبيد بن عمير، فسألت عائشة من معك يا عطاء؟ فقال عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. فقالت يا عبيد ما لك لا تزورنا؟ عبيد ليه ما عم تزورنا سيدة عائشة؟ فأجاب عبيد وقال من قول النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا.
فلاحظي على هذا الشيء من المباسطة والممازحة لا مانع نعم. في ذلك، فيما لكن لا يخل بالضوابط الشرعية، ما يجعل يعني شيء من الإغراء أو الفتنة وبوجود الناس نعم. يعني المحرم هو دايما الخلوة، بنأكد على الحمو الموت، يعني خلوة. احذر من الخلوة مع الحمو نعم. كما تحذر من الموت. طيب معنا اتصال من السيدة فوزية من مصر، أهلا بك. اهلا بحضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. زي حضرتك استاذه اسماء، ارحب بحضرتك والضيفه الكريمه. انا عجبني جدا طرح الضيفه الكريمه ذكر دور الدوله في توفير منزل زوجيه لتجنب الزواج مع الاهل، واذا كانت بيت الاسره دي اخوه، في الاسره الواحده في اخ متدين واخ فاسق لا يهتم بموضوع حمل الموت اساسا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وارى ان في عصرنا الحالي بقى المدخن بالفتن الناتج عن اعلام وفن هابط يترك قضيه اتيان المحارم ويكرسون لها افلام ومسلسلات يعني بكل ما تحوي، يعني الو على ما ينجم عنه الاختلاط من عقد مقارنات بين الازواج لزوجتهن والعكس، الازواج وكل واحد يعني الزوجه بتقارن بزوج بالثاني، ونفس الطريقه الزوج بيقارن برضه بين زوجته وبين الاخريات. قضيه الحمل الموت دي فرع هام جدا من قضيه اكبر الا وهي الاختلاط عموما. وربنا يا رب يعافينا يا رب. شكرا لك استاذه فوزيه، وشكرا لهذه المداخله. حتى يكون النقاش مبنيا على حالات حقيقية، دعونا نشاهد معا عددا من المشكلات المتداولة على المواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي والتي يطلب أصحابها النصح والمشورة. دعونا نشاهد أولى هذه المشكلات لسيدة تعرضت لموقف محرج نتيجة تواجدها في سكن مشترك مع العائلة، ثم نعود للتعرف على رأي ضيفتينا. ونصف بعد الزواج كنا نسكن مع عائلة زوجي، وفي يوم من الأيام كان زوجي في العمل وكنت متعبة جدا، فدخلت غرفتي ونمت، وكنت في البيت أنا وأخوه الكبير وابن خاله الصبي لأن أسرته كانت في سفر. ولما جاء زوجي فتح له أخوه الباب، ولما صعد سمعته، فخرجت من غرفتي ولم يسلم علي فاستغربت. المهم تغيرت تصرفاته معي، حاولت فيها فهم سبب ضيقي ولكن دون جدوى. وبعد مضي 10 أيام جلس معي وقال: أتعرفين ما هي المشكلة التي بيننا؟ قلت له: لا. فقال لي: لماذا لم تفتحي لي الباب في ذلك اليوم؟ فقلت له: إني كنت نائمة. فغضب وقال: أنت كاذبة، ماذا كنت تفعلين؟ ولماذا تأخر أخي في فتح الباب؟ صدمت وانهرت وبكيت وتشاجرنا، وفي آخر الأمر تصالحنا، لكن المشكلة أن زوجي لم ينسى الموضوع، فهل هو مريض بالشك؟ طيب السؤال لك دكتورة نعمة، كما استمعت إلى هذه القصة معنا، هل الزوج هنا مريض بالشك أم ماذا؟ ما أقدرش أقول عليه مريض بالشك، لكن هو ثقته في أخوه أو ثقته في زوجته مهزوزة، ودي أكيد لها أسباب. الأخت اللي المشكلة ما ذكرتهاش، لأن مش من الطبيعي إن البيت فيه ناس كتير قوي، أي حد ممكن يفتح الباب في أي لحظة، والمفروض إن هو إذا كان عارف زوجته كويس قوي، وهي بتقول له أنا كنت نايمة، المفترض إن هو كان هيصدقها إلا إذا كان في شيء عنده في ثقته، يا إما في أخلاق أخوه أو تصرفات أخوه الأصلية من زمان يعني، يا إما في طريقة تصرفات زوجته في وجود أخوه الكبير. لا ما هوش مريض بالشك ولا حاجة، وهي المفروض تراعي دوت جدا إذا كان فعلا زوجها يعني عنده نوع من عدم الثقة من اتجاه هذا الأخ الكبير، إنها بقى تتحفظ مع هذا الأخ الكبير أكتر من أي حد تاني في البيت، عشان خاطر تراعي مشاعر زوجها، لانه ما دام ده شيء موجود الشيء ده ما بيختفيش ابدا. أسوأ الاشياء اللي ممكن تحدث ان بني ادم يفقد الثقه في انسان او يبتدي يشك فيه، لان الشك بيخلي كل تصرف حتى لو كان بريء، حتى لو كان نظيف، حتى لو كان الصلاه وقراءه القران، يبتدي بني ادم يترجمه الى اشياء سيئه. نعم. طيب دكتورة رفيدة، يعني استمعتي إلى القصة، هل لك رأي فيها أو ملاحظة فيها؟ نعم لو سمحتي لي، أنا أخالف الدكتورة نعمة بأنه ما عنده ثقة بزوجته أو ما عنده ثقة بأخوه. لا، ما هذا برأيي ما هو هذا السبب. السبب أنه هو في خلوة، صار
هي لوحدها وهو لوحده في البيت، وهذا خطأ. ولكن ذكرت في القصة أو في سياق القصة أن هناك صبي، كأن ولد صغير أو صبي، لكن لا يعتبر هذا، يجب على الرجل أن لا يدخل في هذه الحالة. لما كان زوجة أخوه مثلا في البيت لوحده ما يدخل، إلا إذا كان في ولد كبير، مو ولد يعني مميز، أو اثنين ثلاثة، شايفة يعني في أكثر من فرد. ليه؟ لأن الشك يدخل نفس الإنسان مهما كان، لابد. والرجل بطبعه غيور، وخاصة الرجل العربي المسلم موجود هذه الغيرة والحمية موجودة عند الرجل، فطبيعي أنه يشك. فأنا ما بعتقد أنه كان من قبل في شيء أو ثقة مهزوزة من زوجته أو أخوه، إنما نشأ الشك الآن في هذه اللحظة، أنه تأخرت في فتح الباب، دخل الشك في نفسه. فطبعا نصيحتنا للأخت الله يوفقها إلهي، لكن تحتاط بقى، وطبعا هيك تصرفات المفروض تكون واعية إلها أكثر، ومن اليوم فما بعد يعني تنتبه دائما لتصرفاتها، لحديثها كما قالت الأخت نعمت، تغير في تصرفاتها وتأخذ حذرها أكثر أمام زوجة ومن أخي زوجة. لكن بإذن الله الثقة أنا بعتبرها ما انهزت ثقة سواء من زوجته أو من أخوه. طيب، يعني ذكرت هذه الزوجة في عرض مشكلتها أن أخو زوجها الكبير، يعني وكأن كبير أو صغير، هل هناك عمر معين أو فارق في العمر معين يجب أن تضعه المرأة حتى تتعامل بأريحية للطرف الآخر؟ أيوة، شوفي، الافتتان بالمرأة والرجل لا يقف على سن معين، إلا إذا كبر مثلا، صار من القواعد من النساء مثلا، أو كان الرجل صبي دون سن التمييز، يعني تحت سن البلوغ مثلا، تحت 14، طبعا سن التمييز هو سن 7 سنين، هذا الطفل طبعا هون في أريحية، وأكيد ما في بإذن الله لا فتنة ولا إغواء في هذا السن. لكن ممكن يكون الرجل أكبر من المرأة 20 سنة، ممكن تكون المرأة أكبر من الرجل 20 سنة، هو مثلا 20 وهي 40، موجود الافتتان والإغواء، موجود في هذا السن، موجود الاحتمال طبعا. لذلك النبي نهى لا يخلون رجل بامرأة، ولم يحدد سن معين مهما كبر أو صغر طبعا. لأن الإعجاب يعني لا يتوقف على سن معين، من صحيح. الشباب من يعجبوا بالكبيرة، ومن النساء من يعجبن بالصغير، وهكذا. فما طيب في دكتورة سن رفيدة، نستكمل معك ومع دكتورة نعمة عوض الله عبر سكايب، ولكن فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد، ولا يزال النقاش متواصلا حول ضبط العلاقات داخل العائلة، ونشاهد معا هذه المشكلة وطرفها رجل هذه المرأة حول علاقته بأخت طرفها رجل وزوجته، والمشكلة حول زوجة أو أخت زوجته المريضة، ثم نتعرف على نصيحة ضيفتينا في تلك الحالة. مشكلتي مع أختي زوجتي، فهي فتاة في العقد الثالث من عمرها وأكبر إخوتها، تزوجت كل أخواتها وبقيت هي الوحيدة بلا زواج إلى الآن. تعاني في البيت من كل أنواع الحرمان والإهانة والتجاهل من قبل والدتها، حملتها أمها كل أعمال المنزل منذ كانت صغيرة، حتى إن زوجتي اعترفت بذلك وقالت إن أمها كانت تلد وأختها تربي. أخت زوجتي مريضة، فاجتمعت فيها كل المصائب التي يمكن أن تصيب فتاة في عمرها، ولم تعد تنام إلا أوقات قليلة جدا، فتعبت كثيرا. قمت برقيتها عدة مرات، وقدمت لها نصائح عدة في كيفية التعامل مع حالتها الصحية، فتحسنت حالتها كثيرا وعاد لها الأمل في الحياة. لكن المشكلة أنها تعلقت بي جدا بسبب الفراغ العاطفي الذي تعيشه، فهي لم تجد أحداً غيري يهتم بها ويقف معها في محنتها. طلبت مني أن أكلمها يومياً لأنها استأنست بي، فرفضت طلبها فانهارت وشرعت في البكاء. وجدت نفسي عالقاً معها، فهي على حد قولها استرجعت قوتها وثقتها بنفسها بسبب وقوفي معها، وإن تركتها في هذا الوضع فستنهار مجدداً. تريد مني أن أقف معها إلى أن تتزوج أو تشفى من مرضها،
وأنا خائف على نفسي من أن أفتتن بها خصوصاً وأنها شقيقة زوجتي. أخبروني كيف أتصرف معها؟ هل أظل معها إلى أن تشفى وتتزوج؟ أو أتركها لتواجه مصيرها بمفردها دون أن يساعدها أو يهتم بها أحد؟ استمعنا إلى هذه المشكلة الخاصة بهذا الرجل. دكتورة نعمة، كيف يتصرف هو من سأل هذا السؤال، كيف يتصرف هذا الرجل في هذه الحالة مع شقيقة زوجته؟ الحقيقة هو أخطأ إن هو بدأ بالاهتمام بيها أو السؤال عليها، لأنه ده اللي كنا بنقوله، إن في مواضيع أو في مواقف لا يجوز للحمو سواء كان امرأة أو رجل أن يتدخل فيها، اللي هي المواضيع الشخصية، لأن التدخل في المواضيع الشخصية هو اللي بيخلق هذه الانتيميتي أو القرب الشديد من المشاعر، والمشاعر لا ضابط لها. وعشان كده عليه الصلاة والسلام قال الحموم الموت، يكونوا بيكلمها أو هيكلمها في التليفون دي خلوة، فلا تجوز إطلاقا. أما طبعا البني آدم يعني كل إنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان بيجد لنفسه الأعذار والأهداف الراقية الثانية عشان خاطر يستمر فيما يفعل، ده أنا هدفي مصلحتها. لأن هذا الرجل محترم جدا وراجل جميل، إنه خايف ومعه حق يخاف. ببساطة شديدة يا إما يوصلها إلى طبيب نفسي يهتم إليها ويساعدها، أو يدور لها في وسط معارفه على شخص يستطيع أن يتزوجها. لولا لها أخت شقيقة زوجته كنت قلت له تزوجها، مفيش مشكلة، لكن هي شقيقة زوجته فلا يجوز له هذا الشيء. يبحث لها عن شخص فاضل يعني يتزوجها أو يقترب منها، لكن لازم يقطع حديثه وحواره معها. إذا كان عايز يعمل حوار معها، يعمل حوار معها في وجود أختها اللي هي زوجته، يبقى هم قاعدين هم الثلاثة وهو بيتكلم معها، إذا كان هذا شيء وارد أو شيء ممكن عمله. لكن إنه يكلمها في التليفون لوحدها، أولا هو خايف وأنا موافقة على كده، لكن في النهاية هو يعني هو رجل متزوج ومحصن، أنا خايفة عليها، هي اللي هتتعلق بيه تعلق مرضي، وهذا التعلق المرضي قد يجعلها تتصور تصورات غير حقيقية أو تصورات مش طبيعية، أو تبتدي تنافس أختها أنها تحصل عليه. وده مش معناه أنها ست وحشة أو حاجة، ده شيء طبيعي، دي مشاعر، احنا ناس مخلوقين من مشاعر. طيب هو حضرتك عنده حل من اثنين، يما يوصلها لطبيب أو طبيبة نفسية هو يثق فيها تتحدث إليها، وفي ناس كتيرة جدا بتتحدث وتتقابل وتتكلم وحيدوها نفس الاهتمام اللي هو أعطاه لها، اللي هو اداها احساس بال طيب دكتورة نعمة يعني. دكتورة نعمة يعني بوجودك في هذا التخصص او ب يعني تخصصك هذا، كثير من المشكلات مثل هذه المشكلة يعني تعرض عليك بشكل مباشر، هل وجدت في بعض الأحيان مثل هذه المشكلة وكانت النتيجة أن انفصلت الزوجة عن زوجها وتزوج الزوج من شقيقة زوجته؟ نعم كثير، وللأسف مش دائما بيبقى انفصال بشكل محترم، وزواج من الأخت أحيانا بيهربوا سوا، لأن مش هيقدروا يواجهوا الأسرة، لا هيقدر يواجه زوجته ولا هيقدر يواجه أهلها بقيه الاخوات يعني في الاسره، ولا بيقدر يواجه اولاده. فاغلب الوقت يعني بيلقي بورقه الطلاق اذا كان خايف من ربنا يعني، وياخد الاخت الثانيه ويهرب. شفتها اكثر من مره للاسف الشديد. طيب دكتوره رفيده، هذا الشخص او هذا الرجل طلب النصيحه وجاوبته الدكتوره نعمه عوض الله، هل من نصيحه اضافيه؟ ما شاء الله. طبعا انا اوافق الدكتوره نعمه، هو رجل كريم، رجل محترم، حاول أن يبحث عن حل هذه المشكلة، لكن هو أخطأ عندما تمادى معها في الحديث. يعني مرة مرتين ممكن يكلمها مو مشكلة، لكن لما وجد بأنه البنت أكيد حتتعلق فيه، لأنه ما ملاقي أي أحد آخر وما في مكان تفرغ فيه عواطفها ومشاعرها، ووجدت هذا الإنسان الوحيد اللي يهتم فيها، فمن الطبيعي أنه تتعلق به. المفروض كما قالت دكتورة، أولا إذا كان بده يتحدث معها بأي موضوع يكون بوجود زوجته أو وجود أخوها مثلا أو أي أحد. أنا برأيي إن كان يستطيع إلى رجل يزوجها فهذا أفضل حل لها، طبعا إذا تناسبت معه يعني، أو إلى صديقة
صديقة من العائلة، مثلا من بنت خالتها، بنت خالة، بنت عمة، أخته، إله، أي أحد، وحدة، ست، تكون ترافقها، تصاحبها، تكلمها كل يوم، أو أن يشرك زوجته في هذه المشكلة التي هي شقيقتها في الأساس. شوفي، يعني هو المفروض الزوجة تكون مشتركة بهالموضوع، لكن بنخاف كمان من هون الزوجة تتحسس من هالموضوع وتشعر بأنه أختها إلها تعلق بزوجها. مو صعب على المرأة تكتشف هذا الشيء، صحيح، شايفة؟ فهو طبيعي أنه أختها لازم تكون معها وتساعدها، لكن كصديقة دائمة ليه؟ لأنه البنت لازم تفرغ وتحدث صديقتها أنه أنا فعلا تعلقت فيه. طبعا هي ما رح تستطيع تقول لأختها هذا الكلام، شايفة؟ لكن بالنسبة له المفروض يقطع نهائيا عن تمادي في الحديث معها. طيب دكتورة نعمة عوض الله، بعيدا عن الجانب الشرعي، ما المخاطر الاجتماعية من التداخل غير المنضبط؟ يعني ما الآثار التي تترتب على التداخل غير المنضبط بين أفراد الأسرة غير المحارم بعضهم البعض؟ هي المخاطر اللي بتحصل كلها مخاطر لها بعض شرعي وديني، لأن إحنا لو ما فيش الدين، لو ما فيش الأسس والقواعد اللي وضعها الله سبحانه وتعالى وحدثنا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، كنا هنبقى زي المجتمعات الغربيه، هم ما عندهمش مشكلات ابدا في ان احيانا زوج الاخت يبقى له علاقه باخت الزوجه او اخو الزوجه، يعني ما بيبصوش للمساله دي زي ما احنا بنبص لها. هي المخاطر الاجتماعيه دائما بتنشا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، هو اعلم بينا وباللي يصلح احوالنا الاجتماعيه. واللي حاصل ان احنا لما بنفتح هذه الابواب بندخل بقى في زي ما بيقولوا ايه، كسر التحام الاسر مع بعضها، وجروح كبيره جدا في نفوس ناس المفترض ان هم ارحام يظلوا على علاقه حتى بعد الموت، ان الناس بتفضل تصل ارحامها ابناء ابناء الاخت وابناء ابناء الاخ، ويفضل هذا العلاقه الى يوم القيامه. هذه الاشياء، هذا النوع من العلاقات بتكسر هذه اللحمه بين افراد الاسره بعضها وبعض، وبيبتدي يبقى فيه عداوه، ويبتدي يبقى فيه كراهيه، وده شيء اسلامنا لا يدعو اليه واخلاقنا لا تدعو اليها، والمجتمع انضباط المجتمع كله في شكل صحي، في شكل مترابط، يخلق جماعة، يخلق أسرة، يخلق ناس بتحب بعضها وناس بتتعامل مع بعضها، ما لا يتأتى أبداً أبداً بهذه النوع من العلاقات المفتوحة المنفتحة. لأنها في النهاية زي ما بيقولوا بتبقى زي ما قالت الدكتورة رفايدة، الأخت مش هتقدر تقول لأختها أنا عجبني زوجك أو ارتحت مع زوجك، هتفتح عليها باب شكل أو باب ضيق من أختها أو باب كراهية. هذا الشيء مش مطلوب عندنا في ديننا، مطلوب في ديننا نظل دايما نصل أرحامنا إلى، يعني الأولاد بتصل أرحام الأمهات في أصدقائها وفي إخواتها وأبناء إخواتها، ونظل هكذا إلى يوم القيامة، وظل مجتمعنا مجتمع سليم صحي نظيف. لكن لو بدأنا الناس تقرب من بعضها في بالذات نقطة المشاعر، أو اللعب على وتر المشاعر، واللعب على وتر الحرمان العاطفي، أو ده اللي بيخلق المجتمعات اللي هي شبه المجتمعات الغربية، اللي هي ما فيش حد فيها بيحس بأي تأنيب ضمير أو أي إحساس سيء إنه كان له علاقة بثلاث أربع إخوات بنات مع بعض، وهي لها علاقة بالأخين أو الأب معاهم. يعني إحنا بنشوف الحاجات دي يمكن في أفلامهم، لكن هي موجودة على الأرض في بطريقة أو بأخرى يعني. وبالتالي هي مجتمعات ميتة، يعني هي مجتمعات ليست حية إطلاقا يعني. نعم. طيب دكتورة نعمة ابقي معنا. الحالة الثالثة والأخيرة لزوجة لاحظت في الفترة الأخيرة تقاربا شديدا بين زوجها وبين زوجة أخيه، نشاهد معا. أختي متزوجة منذ 12 سنة ولديها 5 أطفال، تعيش حياة مستقرة نوعا ما مع زوجها ووالديه وأخوانه الذين يعيشون في بيت واحد. قبل حوالي 6 سنوات من زواجهما تزوج أخو زوجها. بعد ذلك بحوالي سنة لاحظت أختي تغييرات وتصرفات غريبة تطرأ على زوجها. لقد لاحظت إعجابه بزوجة أخيه وكثرة حديثه ومزاحه معها، والكثير من التصرفات الموضحة لميوله وإعجابه بها. في المقابل أخذ زوج أختي يبتعد عنها شيئا فشيئا، حتى أصبحت علاقتهما الزوجية رسمية جدا، لا يوجد شيء من المحبة والود والرحمة من قلبه. مشكلة حقيقية وقعت فيها هذه الزوجة دكتورة رفيدة. للأسف يعني بتحصل هذه مشاكل كثيرة جدا. يعجب الرجل بزوجة أخيه. نرجع للانطلاق الأول، فعلا المراقبة، مراقبة الله تعالى في قلب الإنسان والرضا بما أعطاه وبما قسم له. نحن الآن في امتحان
يعني الحياة الدنيا كلها امتحان، ما ينظر الرجل أو المرأة أنه هذا هو نصيبي في الحياة وأنا بدي أبحث عن الأحسن وأبحث عن الأفضل، مو هي النهاية، النهاية في الآخرة، هذا نحن إيماننا. فاللي كان نصيبك الآن واللي تزوجتي، انظري إلى المصلحة اللي أنت عايشة فيها في فترة الامتحان اللي إحنا عايشينه. إحنا فترة امتحان وحتنتهي بسرعة وحنقدم لآخرتنا فما بعد الامتحان، فكيف نعيش هذه الأيام؟ للأسف كثير من الرجال يعجبوا بزوجة أخيه، ليه؟ لأنه لما بيضع المقارنة بين زوجته وزوجة أخيه، هون ما بيعود بينظر إلى الإيجابيات لزوجته، نسي كل شيء، نسي أنه زوجته كانت جميلة وكانت صبية بعد ما صار عندها 5-6 أولاد، مثل ما قالت خولة نثرت له بطني بعد ما كبرت وكبرت سني، الآن صار ينظر إلى غيري ويطلقني. فهون للأسف الخطأ من الرجل عندما ينظر إلى زوجة أخي بهذا المنظر. وين بتحصل المشكلة؟ لما بتكون زوجة الأخ لعوب مثلاً، تريد أن تلعب على الأسرة أو تثبت أنه هي أجمل وهي الأفكة في العائلة، وفي الجلسات ممكن تمزح، ممكن تتمادى، ممكن تتخطى، هذا هون الخطأ. نحن عم نقول الجلسات والاختلاط ليس محرم، لكن بحدود الأدب، بحدود الالتزام، بحدود الجميع، بحيث أنه هي تكون مراقبة لله تعالى، ربي بيرضى عني في هذا القول ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى المو في قلبه مرض يدخل الشك له ويبدأ الانجرار فيها. فإذا هذه المرأة، يعني أنا أدعو لله تعالى أنه هي تنتبه إلى نفسها من جديد وتنظر ما الذي يعجب زوجها في زوجة أخيه، شو اللي بيعجبه، فممكن هي تعمل أفضل منه، ممكن هي تجلبه. كثير من النساء، يعني كانت واحدة مثلا حكيت لي مشكلتها أنه هي زوجة أعجبة بزوجة أخيه. طيب سألتها ليه، شو هي بتعمل، شو أنت بتعملي؟ طبعا هديك منطوطة، احنا بنسمي منطوطة، يعني ملحبة كتير وكذا، وهذه تهتم بنفسها، تهتم أكثر من أنه تهتم بنفسها، بتحاول تجلب أنظار الناس إلها. بينما هذه مستقيمة تقية ورعة، يعني أنا كلمتها هذا لا يكفي، زوجك يحتاج حقك كامرأة أنثى، شوفي شو الشيء، أنو اللون الممكن تلبسه فيعجب زوجك أنت تلبسيه، أنو الحمرة اللي ممكن هي تحطها أنت حطيها لزوجك. وطبعا من البداية الآداب، ما بيجوز التبرج بالزينة في لحظات الاختلاط أو الوجود في هذا الجو. طبعا الموضوع فعلا شائك ومخيف، وياما سمعنا قصص مؤلمة والزوج بيضطر أنه يترك زوجته، وممكن يطلق الزوجة الثانية من أخوه يتزوجها، وبيحصل وهذا خربان. وكما العكس، يعني في القصة السابقة نفس المشكلة تقريبا، نفس المشكلة. نعم بالطبع. دكتورة نعمة، يعني هل من نصيحة لهذه الزوجة حتى تتدارك ما فاتها أو ما يمكن أن يحدث من مشاكل جراء هذه المشكلة؟ زي ما قالت الدكتوره قايدة بالضبط، هي تبص تشوف ايه اللي عنده في مرات اخوه وايه اللي بيخليه يحب يتكلم معاها او يمزح معاها. هل هي مثقفه اكتر؟ هل هي قارئه اكتر؟ هل هي فعلا بتلبس بشكل معين؟ هذا الشكل في الملبس بيعجب الزوج، وده بالنسبه لها هي هتعمله حلالا طيبا وربنا يكرمها فيه، وعليها بالدعاء. طيب هل المصارحة في هذه الحالة، يعني مواجهة الزوج ومصارحته بهذه المشكلة وأنه أنت معجب بزوجة أخيك وهذا لا يجوز، هل في مصلحة حل المشكلة هذه المصارحة؟ لا لا، مصارحات لما أنا أضع على الترابيزة معلومة معنى كده أن أنا سمحت بالناس كلها بتداولها. قد يكون هو معجب بها جواه بس مش قادر يواجه نفسه بالفكرة، لأنه مثلا محرج أو خايف من ربنا أو مراعي أخوه. لو انا كزوجه حطيت له المعلومه على الترابيزه اصبحت واضحه والناس وهو شافها وانا شفتها، بالعكس انا هشجعه انه يقرب منها اكتر وقد المسائل تسوء عن كده. في التغافل احد احسن الاخلاق اللي احنا المفروض نتمتع بيها ك يعني بشر ناضجين، ان انا اتغافل عن شيء مش ان انا مش شايفاه، لا انا اتغافل عنه عشان خاطر احل المشكله. وهي فعلا تبتدي تشوف ايه اللي بيشده في هذه الزوجه. هذه برضه امراه متجوزه بقى لها 6 سنين، اكيد عندها ابناء، ممكن تكون اصغر شويه، لكن تشوف هل هي لابقه، هل هي متحدثه. ده اللي انا بتفهمه من كلام الاخت اللي كانت بتعرض ان بيحب يمزح معاها ويحب يتكلم معاها. هل هي اكثر ثقافه؟ هل هي اكثر وعيا؟ هل هي اكثر اطلاعا على ما يحدث؟ تشوف ايه بالظبط اللي شده اليها وتبتدي هي كمان تعمله بشويش. وواحده واحده هقول زي ما بيقولوا ايه، ما تسيبهمش لوحدهم. يعني ما تسيبوش لما تشوفهم قاعدين مع بعض بيضحكوا، مش هي تتضايق وتقوم، لا هي تفضل قاعده وتشارك في الحديث. من باب انها هتبقى بتسمع او يعني
سلفتها بقى او اللي هي مرات اخوه هتبقى عارفه ان انا قاعده وانا موجوده وانت لازم تراعي هذا الشيء. هيبقى ده شيء واصل بشكل ناعم زي ما بيقولوا من غير ما نتواجه وتبقى مشكله وتبقى لان حاجه زي كده دي قنبله في وسط اسره دول اخين دول رجلين مش ممكن ابدا ابدا يكون السبب في ان رجلين يفترقوا عن بعض اثنين من النساء دي تبقى مشكله كبيره جدا جدا الحقيقه يعني نفترض ان احنا نحافظ على علاقه الاخين مع بعض. طيب هي تبقى دايما موجوده دايما قاعده وتحاول دايما تتكلم معاها وتحاول دايما تشوفها يعني زي ما بيقولوا ايه اجعل عدوك اقرب اليك من صديقك عشان تبقى شايفه مش لدرجه انها عدوتها بس يعني هي المفترض انها بتهدد امنها الزوجي فتبقى دايما قريبه منها وشايفاها بتعمل ايه وبتتكلم ليه وتقرب منها هي اكتر من قرب زوجها منها وتبتدي تحاول انها تشوفها بتعمل ايه وتبتدي تعمله لزوجها عشان ترجع تسترجعه اليها. انا ضد ان اي امراه تجيبها لاي حد الحقيقه يعني لازم تبقى دايما محتفظه بيه. انت تمسك وتقاتل لاخر رمق فيها. طيب دكتوره رفيده يعني الحديث الشريف كما ذكرناه في بدايه اللقاء او ذكرتي لنا في بدايه اللقاء كيف يجعل الزوج هذا الحديث الشريف نصب عينيه بحيث لا إفراط ولا تفريط يعني لا شك قاتل يوصله إلى طريق مسدود وكلها خراب في نهاية الأمر وفي نفس الوقت المحافظة على الكيان الأسري وشرع الله. نعم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. شوفي نجد بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المواقف العظيمة التي تعلمنا كيف نتوازن في حياتنا. فإحنا الله عز وجل خلق لنا الميزان وكل شيء عنده بميزان ليقوم الناس بالقسط. لما الله عز وجل وضع الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. القسط طبعا هو تنفيذ العدل. العدل معروف والقسط هو تحقيق هذا العدل. كيف بالتوازن؟ أنا أعطي كل شيء حقه. بحكي مع زوجة أخي مثلا كرجل أنا عم بتكلم هو كرجل يتكلم مع زوجة أخوه بكلام بريء كلام واضح كلام حديث ممكن عم قلك يعني شيء من المزاح ما في مانع لكن بوجود الجميع مزاح بريء. نأخذ مثلا مثل موقف سيدنا علي بن أبي طالب مع أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر أخو علي فلما استشهد جعفر رضي الله عنه وأرضاه فهي قالت أسماء حزنا عليه فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة. بعد فترة بعد ما انتهت عدتها خطبها أبو بكر الصديق فهي وافقت على الخطبة وتزينت وتعطرت وتهيأت ليوم العرس. فجاء علي أخو زوجة وهو حزين على أخيه وعلى زوجة أخيه كيف انتهت الحزن مباشرة وتزوجت من بعده. فاستأذن أبو بكر قال تسمح لي أن أكلمها؟ قال نعم. فوقف علي يكلمها طبعا من خلف حجاب لأنها كانت متزينة ومتعطرة. فنفحه ريح طيبها اشتم ريحة الطيب وهي متطيبة كعروس. فقال أين التي قالت فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرة؟ فضحكت أسماء وقالت دعنا منك يا أبا الحسن إنك امرؤ فيك دعابة. يعني هلأ مو وقتها أنا عروس وبدي أتزوج وهذا بعد وفاة سيدنا أبو بكر تزوجها علي نفسه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هي تزوجت ثلاثة عظماء من عظماء الأمة الإسلامية. إذن لا مانع من شيء من المزاح لكن ضمن الحدود الشرعية بحيث أنه هذا الحديث يبقى دائما الحمو الموت. يعني نحذر من فتنة الحمو ونحذر من الانفتاح الزائد أو الحديث اللي فيه خضوع واللي فيه تغنج واللي فيه تصنع مع كل أقرباء الزوج سواء من الرجل أو من المرأة لكي لا نصل إلى درجة الموت لأن في خسارة البيت وفي خربان البيت والطلاق أو الخيانة هذه هي موت وأشد من الموت. نعم. طيب أخيرا دكتورة نعمة عوض الله وهذا السؤال الأخير في هذا اللقاء إذا كانت كل هذه الضوابط التي ذكرتماها دكتورة نعمة ودكتورة رفيدة اليوم معنا كلها في إطار العائلة الواحدة ماذا عن خارج إطار هذه العائلة بالنسبة للزوجين الرجل والمرأة؟ هي نفس القواعد اللي تفضلت بذكرها الدكتورة رفيدة اللي هي الإنسان يبقى ما فيش خضوع بالقول يعني زي وهو زي الإسلام الشرعي المحترم حتى لو مش زي الإسلام الشرعي بالكامل على الأقل يبقى زي المحترم الذي يتفق عليه الجميع أنه لا يظهر المفاتن ولا يبدي المحاسن ولا العطر الفواح ولا التباسط في القول لدرجة
ان احنا نتدخل في الامور الشخصيه للانسان اللي انا بتعامل معاه، سواء كان في العمل او في الشارع او في الجيران او في اي مكان، امراه كان او رجل. لو انا بنحافظ على شرع الله سبحانه وتعالى وما حدده لنا في التعامل، بنحيي بعض، بنسلم على بعض، بنجامل بعض، بنود بعض بطريقة نظيفة، بطريقة زي ما بيقولوا إيه، فيها خوف من الله سبحانه وتعالى والاطلاع بأوامره سبحانه وتعالى، المفترض إن ما يحصلش مشاكل. المشكلة بتحصل لما أبتدي أنا الجيران أو جارنا أو جارتنا وأنا خارج، أنا خارج يعني متدخل من البيت، لكن لما بشوفها أبتدي أبتسم بطريقة مصطنعة. هو ده مش، أنا ممكن أحيي من غير ما أبتسم بطريقة مصطنعة، ممكن أحيي بلطف من غير ما يطلع لي صوت ضحكة كامرأة، ممكن يبقى الكلام يعني حاجات كتيرة جدا جدا لو التزمنا بيها بيبقى المجتمع مجتمع نظيف، مجتمع راقي، مجتمع ما فيهوش هذا الشعور لا بالخوف ولا بالتهديد ولا بالخيانة ولا بسوء الأخلاق. مجتمع الناس كلها ممكن تلجأ لبعضها البعض ولا تخاف بعضها البعض زي ما حاصل الآن. شكرا لك دكتورة نعمة عوض الله. بهذا تنتهي نافذة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفتين الكريمتين، أشكر مرة أخرى الدكتورة نعمة عوض الله مستشارة العلاقات الأسرية والاجتماعية كانت معنا عبر سكايب من القاهرة، والشكر بالتأكيد موصول لضيفتنا في الاستوديو دكتورة رفيدة الحبش المفكرة والداعية الإسلامية. كما نشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نتمنى لكم صباحا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.